بدأ الغزو التركي البربري على جزء من مناطق شمال شرق سوريا، طبعا ما أدى إلى كوارث إنسانية. هذه الكوارث أدت إلى تهجير المئات ومن أبناء شعبنا والآلاف من وقتل وقتل وإصابة الآلاف وتدمير البنية التحتية. طبعا الاتفاقية التي على الرغم من عقد الاتفاقيات بين روسيا وتركيا وأمريكا وتركيا بشكل منفصل طبعا لإيقاف هذه الهجمات بشكل مؤقت ولتتحول لاحقا للتوقف بشكل كامل، ما زال القصف التركي مستمر رغم التزام قوات سوريا الديمقراطية ببنود الاتفاق، وما زالت هذه الهجمات مستمرة، وما زالت القوات المرتزقة والمتمثلة بالجهاديين تقوم بالهجمات على مناطقنا في شمال وشرق سوريا. طبعا بهذه المرحلة نلاحظ هذه الهجمات ما زالت مستمرة تريد استهداف مناطقنا وخاصة الخابور وقراه وتهديد السكان الموجودين بهذه المنطقة، ومن ضمنهم شعبنا السرياني الآشوري الذي كان يعيش بسلام بعد الهجمات داعش الإرهابية ب 2015، وتمكنا من الاستقرار بهذه المناطق، وهذه الهجمات تستهدف شعبنا وتدفعه إلى التهجير والنزوح من أول وجديد، ونحن لن نقبل أن تحدث أيضا هذه الهجمات على شعبنا ونزوحه من أول وجديد وتسيير سياسة التعنيف والتهجير من أول وجديد. طبعا إننا في المجلس العسكري السرياني ملتزمين بالدفاع عن أرضنا وشعبنا إلى جانب إخوتنا في السلاح ضمن قوات سوريا الديمقراطية طبعا، ونطلب من المجتمع الدولي وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا بإيقاف هذه الهجمات كونهم هم المسؤولين على هذه الاتفاقية لإيقاف مآسي أخرى ومجازر أخرى. وشكرا. إضافة لهذا الشيء مثل ما هو معلوم كذلك أنه الهجمات التركية مثل هجمات داعش الإرهابية كمان الهجومات طبعا شن الهجوم على الكثير من المدنيين منهم كمان قتل الأطفال والنساء وصار تعديات كثيرة من ناحية الهجوم التركي. وكمان نذكر المجزرة اللي عملتها تركيا بعام 1915 مجزرة السيفو على الشعب السرياني الأرمني الآشوري الكلداني. هلأ نشوف كمان أنه تركيا ترجع تسوي هجومات تريد تعمل إبادة جماعية مثل الإبادة السيفو، لهيك نحن تنظل قائمين على رأس عملنا ضمن الجبهات، رح نحارب أي عدو هاشم يهجم على مناطقنا لحتى لا يصير هالإبادة اللي صارت بعام 1915. وطبعا كمان نشوف صار حروب خاصة على النساء مثل داعش حاربت النساء من خلال قتلى يعني للآشورية وداد داود. وكمان نشوف تركي الهجومات التركية كمان اللي قتلت الشهيدة هافرين خلف. طبعا نحن رح كقوات حماية نساء بث نهرين رح نضل نواجه أي عدو، وكمان رح نشارك بالصفوف الأمامية للجبهات لحتى نطرد أي عدو يهجم على بلدنا وعلى شعبنا لحتى نعيش كلاتنا بسلام وأمان واستقرار.